في النهاية. تخيل عيال جمال عارف يصيرون نصراويين يشجعونا عشان كريستيانو. يا حبيبي لا يسمعك ابو عبد العزيز يرتفع الضغط الحين هو اوه والاحلى عيال سامي الحريري يشجع كريستيانو. اقعد اقعد صدقني عيالي يحبون المنجزات ما يحبون متابعين ومتابعين هم يعني الامور هذه هذه ابو كريستيانو يعني. رونالدو تقول له يا اخي عيالي وانا اعرف فيهم يعني حتى بعد عيالي بعد انا اعرف فيهم تلاقي انت من الاباء اللي قامعهم لكن نقطه مهمه الابو سامي الابو سامي هو من مشجعين كريستيانو رونالدو دائما يصرح في هذا الموضوع. كريستيانو رونالدو لاعب عظيم طبعا ما فيها كلام وحقيقه بس عشان كذا ما يتفرج عليه الا في اليوتيوب يشوف اشياء قديمه لا 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 اتفرج فيه لليوم باذن الله اشوفه لذلك يتمنى فوزه وفرحته يوم 27 ان شاء الله. الله الله لا لا اتمنى انه يحقق دوري ابطال اسيا باذن الله هذا اتمنى كريستيانو رونالدو. لكن في نقطه مهمه